اهلا وسهلا بك يا عزيزتي. اليوم راح نسوي برجر سمك او برجر لاكس. اي نوع سمك متوفر عندك هو هذا اللي تشوفيه امامك هسه. شوف تعالي وياي حتى اشوف لك المواد المطلوبة والمقادير وطريقة العمل. عزيزتي الهمبرجر السمك راح نحتاج عندي هنا نصف كيلو سمك السلمون او اللاكس يسموه، نظيف بدون عظم بدون جلد، كله يعني مثروم بهذا الشكل ناعم. اشتريته طبعا جاهز هذا، او اذا انتي ما متوفر عندك جاهز تقدرين ان تشترين هذا النوع السمك وتطلعين من عند اللحم والقشر وتثرميه بهذا الشكل. فمن اشتري جاهز هو بالزيت، فما ما راح يحتاج احط له زيت. اذا انت تسويه بالبيت تحطي له ملعقتين طعام من الزبد او الزيت. فهذا جاهز بزيت ما يحتاج اخليله، بس راح يحتاج اخليله. عندي هنا بقسم ملعقة طعام، بقسم راح اضيف له ملعقة كوب من الملح، نصف ملعقة كوب من الفلفل الأسود، عندي لبن راح أضيف له أو الزبادي أو اليوغرت، وعصرة ليمون أيضا راح أضيف له حوالي ملعقة كوب من الليمون ده يعني يطلع. راح اخلط هذه المواد كلها مع بعض، اكونها عجينة وابدي اكتلها اسويها همبرجر. بعد ما انتهيت من خلطة بهذه الطريقة راح اخذ اقسمها الى اربع اجزاء، لانه اريدها اربعة همبرجر. قسمتها بهذا الشكل اربعة، راح اخذ جزء جزء واكتله بايدي على شكل همبرجر. هكذا صار. عندي هنا صينية جاهزة خليت بيها نايلون لاجل ان لا يلتصق بالصينية. اخلي بهذه الصينية الى ان ما احتاجه استعمله. إذا نفس النهار راح أستعمله أخليه بالبراد، وإذا غير يوم أريد أستعمله راح أخليه بالفريزر. بس يجمد أقدر أطلع قطعة، كل قطعة يعني على حدة بهذه الطريقة. هذه الثانية جدا سهل وجدا لذيذ. هذه ثالثة، هاي الأخيرة. هكذا صار عندي الهمبرجر جاهز. راح أخليه بالبراد وأرجع لكم. عزيزتي مثل ما تلاحظين بعد ما انتهيت من الهمبرجر، همبرجر السمك خليته بالبراد إلى أن ما أريد أستخدمه. هسا راح أخلي وأشويها. خليت طبعا قليل من الزيت، قليل جدا من الزيت بالمقلاة. راح اخلي واشوي. احاول اقلبه على الجهة الثانية. هو ما يحتاج يعني كثير الى ينضج الهمبرجر. عزيزتي هو هذا شكلي النهائي والأخير لبرجر السمك اللي سويته اليوم. بعد ما انتهيت من قلي جميعا، تقدرين تقدميه مع الرز أو البطاطس أو البرغل مع الخضرة. أتمنى تعجبك وصفتي وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.